مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. قبل يومين كانت نور ستارز ضيفة لوغان بول في برنامجه إمبوسيف كأول يوتيوبر عربية تكون ضيفة بالبرنامج، حيث كان البث المباشر مدته 1:20. حكت فيه نور عن نقاط كثيرة من حياتها ومسيرتها على اليوتيوب وكيف تحقق نجاحها، حيث نزلت الحلقة على قناة إمبوسيف حيث كانت الحلقة 84. وذكرت نور ستارز على الانستغرام أنها عم بتحضر لشي جديد رح نكتشفه بالأيام القادمة، وهو سبب اختفائها على مواقع التواصل الاجتماعي هالأسبوع، من بينها اليوتيوب حيث آخر فيديو نزلته كان من قبل أسبوع. مو بس هيك، فنور ستارز عم بتحضر كمان لشي مجنون لعيد ميلادها، فنشرت هاي الصورة على الانستغرام وطلبت من متابعينها اقتراحات لعيد ميلادها، حيث اقترحت عليها رند من The Dietes انها تعمل سكاي دايف. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.